بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الغر الميامين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام وفي هذه الليلة الكريمة المباركة، ليلة الجمعة، ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 78 بعون الله وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى. في هذا اليوم الخميس 19 من شهر الله المحرم سنة 46 و400 من هجرته عليه الصلاة والسلام، متابعين في مجلسنا ما وقف الحديث عنده ليلة الجمعة الماضية في فصل هديه عليه الصلاة والسلام في الأذكار الواردة بعد الفراغ من الصلاة، متابعين فيه تلك السنن، متقفين أثرها، مستكثرين في مجلسنا من صلاتنا وسلامنا على نبينا وأسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرجو شفاعته بكثرة الصلاة والسلام عليه، ونرجو القرب من مجلسه غدا يوم القيامة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، ونرجو أيضا بذلك 10 صلوات من ربنا أضعاف صلاتنا وسلامنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، صلى عليك الله رب الناس ما ناح قمري على مياس، إن الصلاة عليك يا خير الورى سكن الفؤاد وراحة الأنفاس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وندب أمته إلى أن يقولوا في دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى: التكبير 34 فتتم به 100. وفي صفة أخرى: 25 تسبيحة ومثلها تحميدا، ومثلها تحميد، ومثلها تكبير، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى: 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات. وفي صفة أخرى: 11. طيب، تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية أن هذه صفات 4 جاء بها الهدي النبوي في تعداد التسبيح والتحميد والتكبير أدبار الصلوات. إما أن تقول 10 تسبيحات و10 تحميدات و10 تكبيرات، فهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: تسبحون في دبر كل صلاة 10، وتحمدون 10، وتكبرون 10. في الحديث الصحيح المشهور: ذهب أهل الدثور بالدرجات والنعيم المقيم. الصفة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى: 25 تسبيحة، ومثلها تحميد، ومثلها تكبير، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والحديث صحيح أيضا، أخرجه أحمد وبعض أصحاب السنن كالترمذي والنسائي من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أمرنا أن نسبح دبر كل صلاة 33، ونحمده 33، ونكبره 34.
وهي الصفة التي وردت أيضا فيما ذكر المصنف رحمه الله. قال: فرأى رجل من الأنصار في المنام فقال: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة 33، وتحمدوا الله 33، وتكبروا 34. قال: نعم. قال: فاجعلوا 25، واجعلوا التهليل معهن. قال: فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه بما رأى فقال: افعلوا. فهذه صفتان، إما 10 وإما 25، والمجموع في الأولى 30 وفي الثانية 100. أما الصفة الأشهر والأكثر في السنة وهي التسبيح 33، والتحميد مثله، والتكبير مثله، وتمام 100 لا إله إلا الله، أو يكون التكبير 34 فتتم بها 100. وكل ذلك في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة. وتقدم أن حديث كعب هذا مرفوعاً في صحيح مسلم، وموقوف عند البخاري في الأدب المفرد بلفظ معقبات كما سمعتم. وأما الصفة الأشهر ف33 من التسبيح والتحميد والتكبير، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، قال: فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. والحديث أيضا أخرجه مسلم. فهذه يا كرام 4 صفات صحاح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتقدم أن السنة في مثل ذلك أن يأتي المصلي بهذا تارة وبهذا تارة ليصيب السنن جميعها. وربما كان الأقرب في تنويع هذه السنن والإتيان بها الإتيان بها بحسب اختلاف حال المصلي. فمن كان عجلاً بعد الفراغ من صلاته يروم القيام والانصراف لإدراك سيارة أو ركوب طائرة ونحوها وضاق وقته، فله أن يعمد إلى الصفة ذوات العشر فيسبح 10 ويحمد 10 ويكبر 10. المهم ألا يقوم من مصلاه إلا وقد تأسى بما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصفات الأخرى أيضا صحيحة ثابتة في السنة. بقيت صفة خامسة وقف عندها الحديث ليلة الجمعة الماضية، وهي التسبيح 11، والتحميد 11، والتكبير 11، فالمجموع كم؟ 33. ولولا ورود هذه الصفة في إحدى روايات صحيح مسلم رحمه الله لما أوردها المصنف، لكنه أوردها ليتعقبها بما ذكره أهل العلم في الوهم في عد هذه الصفة على هذا النحو فيما سنقرأ من كلامه رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وفي صفة أخرى 11، كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، 11 و11 و11، فذلك 33. هكذا هي إحدى روايات صحيح مسلم: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فهل المقصود 33 من كل واحدة، أو يكون 33 هو المجموع فتقسمها على 3 فيكون نصيب كل واحدة 11؟ المشهور الأول لعدد الروايات التي سمعتم في أكثر من حديث أنه قال: تسبحون الله 33 وتحمدون الله 33، فجعل العدد لكل واحدة على انفراد. ولقائل أن يقول: ربما كانت هذه صفة أخرى في السنة، أما وقد صح بها الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، فلما لا نجعلها صفة أخرى كما وردت 10 و25 كذلك؟ هذا يمكن أن يكون، لكن في الرواية ما يشير إلى أن التفسير بإحدى عشرة هو اجتهاد من بعض رواة الحديث
وهو وهم منه. والصواب فهم الحديث على ما جاءت به الروايات الأخرى، هذا الذي سيبينه المصنف رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن من تصرف بعض الرواة وتفسيره أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. هذا الظاهر وهو الذي عليه المحدثون وشراح الحديث أن هذا التفسير هو اجتهاد من سهيل بن أبي صالح راوي الحديث، فإنه أخرج الإمام مسلم رحمه الله زيادة بعد الحديث قال سهيل 11 فجميع ذلك كله 33. فهذا اجتهاد منه، ولم يثبت هذا الرفع ولم يثبت هذا العدد 11 من كل ذكر بحديث مرفوع إلا في رواية عند البزار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر، فهو إذن اجتهاد من بعض رواة الحديث. نعم. قال: لأن لفظ الحديث تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33، وإنما مراده بهذا أن تكون 33 في كل واحدة من كلمات التسبيح والتكبير والتحميد، أي تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، لأن راوي الحديث سمي عن أبي صالح السمان، وبذلك فسره له أبو صالح فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. طيب، هذه واحدة، بيان نقد الحديث من حيث الرواية والسند، وأن الوهم وقع من بعض الرواة اجتهادا منه في تفسير المجموع 33 فقسمها على الأذكار فأصبحت 11. دل على ذلك بعض روايات الحديث في الصحيحين، منها رواية الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، واضح؟ قال في الرواية فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. قال فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. قوله فاختلفنا بيننا يوهم أن القائل أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث، وأن الاختلاف وقع بين الصحابة، وأنهم راجعوا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الخلاف لم يكن بينهم بل بين بعض رواة الحديث، كما في رواية عند مسلم قال سمي راوي الحديث عن أبي صالح عن أبي هريرة قال فحدثت بعض أهل هذا الحديث فقال وهمت، إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. قال سمي فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى تبلغ من جميعهن 33. فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. ففي هذه الرواية إيضاح أن سميا هو الذي رجع إلى أبي صالح، وأن الذي خالفه بعض أهله، وفي الحديث بيان ما اجتهد فيه في فهمه فوقع النقل بإحدى عشرة. هذا نقد الرواية من حيث نقد الحديث من حيث الرواية. وسيتكلم المصنف الآن رحمه الله بشيء من الاستطراد في نقد هذا المعنى من الحديث دراية، بمعنى يقول إنه لم يعهد في أذكار الصباح والمساء أو أذكار الصلوات، لم يعهد في باب الأذكار هذا العدد 11،
وليس له من جنسه شيء من الأذكار، بينما تأتي العشرة كثيراً وتأتي الثلاثة والثلاثون كثيراً، فهذا يرجح أن صفة الإحدى عشرة وهم وليست صحيحة مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الانتقال إلى ما سيذكره المصنف رحمه الله، يبقى الكلام في تعداد الثلاثة والثلاثين، وفيها صفتان: إما أن تقول سبحان الله 33 حتى تفرغ منها، ثم تقول الحمد لله 33 حتى تفرغ منها، ثم تكبر الله 33 حتى تفرغ، وتتمم بالمئة لا إله إلا الله، أو تجعل التكبير 34 فتتم بها المئة. هذه صفة. والثانية أن تعد من الثلاثة واحدة واحدة، فتقول هكذا سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه واحدة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه الثانية، حتى تعد منهن جميعاً 33، والمجموع في كلتا الصفتين واحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعليقاً على هذا، وهو يبين أن قوله 33 يحتمل أن يكون المجموع للجميع، فإذا وزع كان لكل واحد 11، وهذا الذي فهمه سهيل بن أبي صالح كما تقدم في رواية مسلم، لكن لم يتابعه على ذلك أحد. قال الحافظ ابن حجر: بل لم أرى في شيء من طرق الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إحدى عشرة إلا في حديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف. قال: والأظهر أن المراد أن المجموع 33 لكل فرد. قال: فعل هذا ففيه تنازع ثلاثة أفعال في ظرف ومصدر، والتقدير تسبحون خلف كل صلاة 33، وتحمدون كذلك، وتكبرون كذلك. قال: ورواية أبي صالح تفيد أن العدد للجميع، لكن يقول ذلك مجموعا، وهذا اختيار أبي صالح كما سمعت في الرواية، يعني أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحدة، ثم تقول الثانية والثالثة حتى تبلغ 33. هذا تفسير أبي صالح لما عاد إليه سمي لبيان لاستبيان معنى هذا العدد. قال الحافظ ابن حجر: لكن الروايات الثابتة عن غيره الإفراد. كيف يعني الإفراد؟ يعني تجعل التسبيح 33 منفردا، ثم التحميد منفردا، ثم التكبير منفردا. قال القاضي عياض: وهو أولى. ما هو الإفراد؟ قال الحافظ ابن حجر: ورجح بعضهم الجمع للإتيان فيه بواو العطف، ثم قال: والذي يظهر أن كلا من الأمرين حسن، إلا أن الإفراد يتميز بأمر آخر، أن تجعل التسبيح منفردا، ثم الحمد منفردا، ثم التكبير منفردا. قال: الإفراد يتميز بأمر آخر، وهو أن الإفراد يحتاج إلى العدد، يعني ستعد سبحان الله كم مرة؟ 33، ثم تجعل الحمد مثله. قال: يحتاج إلى العدد، وله بكل حركة سواء كان بأصابعه أو بغيرها ثواب لا يحصل لصاحب الجمع منه إلا الثلث. أنت لما تعد هكذا 33 من التسبيح ومثلها تحميد ومثلها تكبير، كم حركة فعلت؟ 99. فإذا جمعت سبحان الله والحمد لله والله أكبر واحدا، ومثلها الثانية والثالثة، كم ستعد؟ كم حركة؟ قال: لا يحصل له من الثواب إلا الثلث. فرأى أن الإفراد يحصل به مزيد ثواب، والأمر في ذلك واسع كما قال رحمه الله: وكلا الأمرين حسن. ويبقى أيضا مما يتعلق بذلك يا كرام مسألة عقد التسبيح باليد، وذكر ذلك في الأصابع والأنامل. يسن عقد التسبيح والتحميد بالأصابع كما هو قول جمهور الفقهاء. في حديث يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها وكانت من المهاجرات، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المؤمنات، عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس، ولا تغفلن فتنسين الرحمة، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. والحديث عند أحمد والترمذي وأبي داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه
وهذا أيضا ما يرجحه بعض أهل العلم، ألا يعقد الأذكار بيديه كلتيهما بل يجعلها باليمنى خاصة. لهذا الحديث الذي صححه ابن حبان وأخرجه أيضا أحمد وبعض أصحاب السنن، ويشهد له أيضا حديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في عمومه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، ما كان من باب الفضائل والإكرام يكون باليمنى والذكر منه أولى من غيره كما هو واضح، وكما هو أيضا يعني تدل عليه عدد من النصوص، وليس فيه إلا حديث ابن عمرو كما سمعت. قال الحافظ ابن رجب في بيان أيضا مذهب المسألة في عقد التسبيح والأذكار بعد الصلوات، قال: هل الأفضل أن يجمع بين التسبيح والتحميد والتكبير في كل مرة فيقولهن 33 مرة ثم يختم بالتهليل، أم الأفضل أن يفرد التسبيح والتحميد والتكبير على حدة؟ قال أحمد في رواية محمد بن ماهان وسأله هل يجمع بينها أو يفرد، قال: لا يضيق، يعني الأمر في هذا فيه سعة، فإن فعلت هذا فهو حسن وإن فعلت الآخر فهو حسن، كما تقدم النقل عن الحافظ بن حجر رحمه الله. قال أبو يعلى: وظاهر هذا أنه مخير بين الإفراد والجمع. وقال أحمد في رواية أبي داود يقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يقطعه، وهذا ترجيح منه للجمع كما قال أبو صالح، لكن ذكر التهليل فيه غرابة. وقال إسحاق: الأفضل أن يفرد كل واحد منها، وهو اختيار القاضي أبي يعلى، قال: وهو ظاهر الأحاديث. قال الحافظ ابن رجب: فعلى هذا رواية من روى التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 ظاهر، وأما رواية تسبحون وتحمدون وتكبرون 33 فمحتملة، ولذلك وقع الاختلاف في فهم المراد منها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تخصيصه بإحدى عشرة فلا نظير له في شيء من الأذكار، بخلاف المئة فإن لها نظائر والعشرة لها نظائر أيضا، كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتبت له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، ولم ينبغي للذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: حديث صحيح. هذا الحديث من أجل أحاديث الأذكار بعد الصلاة، من قال في دبر صلاة الفجر، وفي رواية عند أحمد مرسلا من صلاة المغرب، ورجحها الدارقطني وإن كانت الرواية مرسلة، وهو ثان رجليه يعني قبل أن يتحرك، وقال قبل أن يتكلم، فيكون ذلك أول ما يشتغل به بعد الفراغ من الصلاة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. والشاهد من الرواية هذه الجملة أنه جاءت أذكار الصلوات في غير ما رواية بالعدد 10، وسيأتيك برواية أخرى فيها 10 وفيها 33، ولكن 11 لم تعهد في الروايات. وذكر الثواب، قال: كتبت له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان، قال: ولم ينبغي للذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. قال: وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة رضي الله عنها لما جاءته تسأله الخادمة أن تسبح الله عند النوم 33
وتحمده 33 وتكبره 34، وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وبعد صلاة المغرب 10 مرات. قصة فاطمة الزهراء رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلها في الصحيحين، أنها رضي الله عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، تشتكي ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أتي بسبي، فأتته تسأله خادما فلم توافقه، فذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك عائشة له، قالت فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم. من تقصد؟ هي وزوجها علي رضي الله عنهما. قالت فذهبنا لنقوم، فقال على مكانكما حتى وجدت برد قدميه على صدري، فقال ألا أدلكما على خير مما سألتماه؟ إذا أخذتما مضاجعكما فكبر الله 34، واحمد الله 33، وسبح 33، فإن ذلك خير لكما مما سألتماه، وفي رواية فهو خير لكما من خادم. هذا القدر من الرواية في الصحيحين، ولهذا عد هذا من أذكار النوم، التسبيح 33، والتحميد 33، والتكبير 34. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن فضيلة ذلك وعاقبة ذلك نشاط في البدن، واستغناء عن الخدم، وقوة على قضاء حوائج الحياة في ثاني يوم. فلم تعمل فاطمة رضي الله عنها بشيء سوى ذلك، وهو القائل لها فذلك خير لكما من خادم. هذا القدر في الصحيحين. أما الزيادة التي أشار إليها المصنف فهي الواردة في مسند أحمد وغيره، لما قال وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وبعد المغرب أيضا 10 مرات. هذه الزيادة هي التي أخذ منها الفقهاء أن ذلك من أذكار الصلاة بعد الفجر والمغرب خاصة، أن يزيد التهليل 10 10، وباقي الصلوات تكون مرة مرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في صحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له بهن 10 حسنات، ومحي عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاق، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي. ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. الحديث عند الإمام أحمد في المسند، وحسنه الحافظ في الفتح، وفيه راوي مجهول، وأصل الحديث عند الإمام مسلم في الصحيح، لكن ليس فيه ذكر الصباح والمساء، وأخرجه الإمام البخاري، لكن فيه من قال 10 كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، وفي الرواية هنا له عدل عتاقة 4 رقاب. وفي الجملة في الحديث فضل التهليل، وأن من أجرى تهليلاً على لسانه صباحا ومساء كان له من الكرامة ما سمعت، إذا قالها 10 مرات كتبت له 10 حسنات، ومحيت عنه 10 سيئات، ورفعت له 10 درجات. وهذا في تأكيد ما مضى في مجلس ليلة الأسبوع المنصرم، أن ذكر الله باب كبير من الغنيمة والفوز والربح العظيم، هو منجم والله من الكنوز والحسنات، وهو من أيسر العبادات، بل هو أيسر العبادات إطلاقا، وأخفها كلفة وأقلها عناء، لا اشتراط فيه لطهارة ولا للباس ولا استقبال قبلة، تجري ذكر الله ولو كنت نائما على الفراش، على أي حال، مهما كنت وأينما كنت. ثم جاء هذا الإغراء العظيم بما في تلك الأذكار لأجل ما فيها من المعاني العظام، توحيد الله جل وعلا،
هذه قصة الحياة، أن يعبد الله وأن يفرد وحده لا شريك له. فإذا علمت أنك تفعل ذلك، إجراء الذكر على لسانك في اليوم مئات وألوف المرات، فإنك تعيش قضية الحياة، وعندئذ سيسقى قلبك من الاعتقاد الصادق بالله وصحة الإيمان بالله وتمام التوكل على الله وصدق الاعتماد عليه والتعلق به وحده لا شريك له، ما يحقق أصل التوحيد، وهذا المراد. فجاء الإغراء بهذا الأمر العظيم لما فيه من المعاني العظام، وعندئذ سنتنبه إلى أن المقصود الأعظم في باب الأذكار أن يتواطأ القلب مع اللسان، وألا تجري الأذكار في غفلة وذهول وسهو وعدم إدراك، ثم هي إن حصلت هكذا مع غفلة وسهو ثبت الأجر إن شاء الله. لكن إذا أردت تمام الأثر والبلوغ بالذكر إلى أعلى المراتب وصلاح الحال وقوة الإيمان واستقامة اليقين، فإنك ينبغي أن تحضر قلبك وفؤادك مع كل كلمة تقولها من ذكر الله. فإذا استغفرت استحضرت الذنب وعظيم فضل الله وطلب العفو، وإذا سبحت استحضرت معنى تنزيه الله عن كل نقص واستحقاقه الكمال، وإذا كبرت أدركت بيقين أن الله أكبر من كل شيء، فاستهنت بكل شيء سواه من الصعاب والشدائد والمصاعب والمتاعب وأوكلتها إلى الله وفوضت أمرك إلى الله. وهكذا في كل ذكر تجريه على لسانك يحضر فيه من قلبك معاني ذلك الذكر أولا، ويحضر في قلبك أيضا فضائل هذا الذكر ثانيا. كيف يعني؟ يعني أنت تدرك أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات صباحا ومساء أو بعد الفجر والمغرب أو في الأذكار مطلقا، فإنك تقولها وقلبك مستحضر معانيها كما قلنا أولا، ومستحضر بقلبك ثانيا ما الذي تفعله أنت تقول تلك الكلمات. أنت تسعى في عتق رقبة تسجل في صحيفتك يوم القيامة، كأنك جالس تنفق أموالا تشتري بها الرقاب تعتقها، ثم ماذا؟ تنتظر الثواب يوم القيامة. ما الثواب؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. كم رقبة أعتقت اليوم وأمس وغدا؟ كم فرطنا؟ عندما تتذكر أن من جليل الأذكار سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنك تقولها مستحضرا معناها جامعا بين ذكرين أحبهما الله. ما هما؟ التسبيح والحمد. قال سبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، جمع الله بينهما بالأمر لنبيه، فسبح بحمد ربك واستغفره. مستحضرا فضيلة التسبيح على حدة والحمد على حدة، مستحضرا فضيلة الجمع بينهما. من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. مستحضرا وأنت تسبح بحمد الله أكثر من مرة صباحا ومساء عند طلوع الشمس وقبل الغروب، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، والله تفرح وأنت تقولها مستشعرا أن الله يحب ما تقول وقلبك يطرب. فإذا أقبلت على هذا الذكر عشت معناه. من عاش أداء الذكر لله هذه المعاني، معاني الذكر وفضائله، والله ليقعن الذكر في قلبه موقعا عظيما، يأنس به القلب، تسعد به الروح، تطيب به الحياة. وهذا مصداق قول الله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ومن ظن أن ذلك صعب فقد وهم، ومن ظن أن هذا يستهلك وقتا وهو بالكاد في باب الأذكار يعدها حتى ينقضي وينصرف فإنه أيضا واهم، والشيطان يريد أن يحول بينك وبين هذا الباب العظيم. هي مجاهدة للنفس أولا، استحضار للمعاني، ثم ستصبح شأنا لك كلما ذكرت الله عشت متعته وأنست به وتلذذت به، ويجري ذكر الله بعد ذلك على لسانك كلما اتجه قلبك وأنست بذلك أكثر من غيرك. والمقصود يا كرام أن هذه الفضائل الآتية في أبواب الذكر حاصلة
لمن أجراها على لسانه، وأتم حصولا وأعظم أثرا لمن أجراها على لسانه واستحضر قلبه معانيها من جهة وفضائلها من جهة، بلغنا الله وإياكم من فضله أوسع الأبواب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح: الله أكبر 10، والحمد لله 10، وسبحان الله 10، ولا إله إلا الله 10، ويستغفر الله 10، ويقول: اللهم اغفر لي واهدني وارزقني 10، ويتعوذ من ضيق يوم القيامة 10. أيضا هذا تقدم في أدعية الاستفتاح من حديث عاصم بن حميد وحديث عائشة رضي الله عنهما، أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من أصحاب السنن. الشاهد من ذلك العدد في باب الأذكار بالعشر، قال وارد وهذا شاهد له. نعم. قال: فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة، وأما الإحدى عشرة فلم يجئ ذكرها في شيء من ذلك البتة إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم، فالله أعلم. كما تقدم أن هذا من المصنف رحمه الله نقد للعدد الوارد في الحديث بإحدى عشرة من حيث الرواية، في بيان أن الذي ذكر العدد هو الراوي وليس الحديث المرفوع بلفظه، ونقد دراية من حيث النظر إلى العدد في باب الأذكار، فإن الإحدى عشرة لا يعهد مثله في باب الأذكار مع تنوع الروايات واختلاف الأذكار، وردت العشر وثلاث وثلاثون، وردت المئة، لكن الإحدى عشرة لا تعهد، فذلك مما يستند إليه أهل العلم في نقدهم العلمي للمتون الواردة بالضميمة إلى نقدها رواية، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته. الآن عودة إلى ذكر بعض الألفاظ الواردة في الأذكار بعد الصلاة، وقد ذكر جملة منها، وذكر التسبيح والتحميد والتكبير، وذكر الأعداد، ونقد رواية 11. عاد الآن رحمه الله في ذكر الألفاظ لأذكار الصلاة التي يقولها النبي عليه الصلاة والسلام بعد صلاته. نعم. قال: وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقدم يا كرام ليلة الجمعة الماضية أن الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة نوعان: النوع الأول ذكر لله كالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد، وقراءة بعض السور كما سيأتي، آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص. والنوع الثاني دعاء يطلب فيه المصلي بعض المطالب من ربه عقب الصلاة، وقد تقدم بعضها، وهذا أيضا جزء منها، الحديث عند ابن حبان في صحيحه وعند غيره من أصحاب السنن، وفي بعض رواته في السند مجهول، وحسنه الحافظ ابن حجر مشيرا إلى اختلاف في إسناده، وهو من أدعية رسول الله عليه الصلاة والسلام: لتعلم عبد الله أن العجلة التي تنتابنا للانصراف بعد الصلوات المفروضة فيها فوات لخير كبير والله، وفيها تفويت لكثير من السنن عبد الله، لكن من أنس واطمأن بعد الفراغ من الصلاة وبقي دقائق تأتى له الإتيان بهذه السنن أولا فأثيب عليها، واغتنم هذه الدعوات المباركة فأصاب منها في حياته. أن تسأل الله عصمة في دينك وصلاحا في دنياك وسعة في المعاش، وأن تتعوذ برضا الله من سخطه وبعفوه من نقمته، وأن تتعوذ بالله من الله، لأنك تعلم أن أعظم معاذ منه هو الله، وأعظم من تستعيذ به هو الله، فتفر من الله إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المعاني التي نغترف منها بعد الصلوات كنز عظيم، ليس بالضرورة أن تأتي بها كلها بعد كل صلاة،
لكن ائت بهذا مرة وبالثاني مرة، فأنت تتقلب بين دعوات عظام، وأنت إذا أصبت الدعوات وكتبت لك الإجابة ظفرت من ذلك بقدر في سعادتك في الحياة، فضلا عما ينتظرك من الأجر والثواب بعد الممات. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعشني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني أيضا في معجمه الأوسط وغيرهما رحمهما الله تعالى وغيرهما، لكن في روايته عمر بن مسكين من ذرية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وحديثه لا يتابع عليه، بمعنى أن الرواية هذه فيها ضعف، لكن الحديث في جمل الدعاء صحيحة، وربما ثبت بعض ألفاظها في غيرها من الأحاديث الصحاح. اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم انعشني، هكذا بهمز الوصل من الفعل نعش، والأمر فيه انعش، اللهم انعشني. وروي أيضا وضبط بكسر العين وهمزة القطع، اللهم أنعشني، يقال نعش فلانا وأنعشه، والمقصود أن تطلب من الله أن يرفعك ويقيمك، فتقول اللهم انعشني يعني أقمني يا رب واهدني وارفع قدري. وبهذا اللفظ أيضا جاء عند الإمام الطبراني والحاكم، وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث بن مسلم التميمي أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. اللهم أجرني من النار، تسأل الله بعد صلاة الصبح 7 وبعد المغرب 7. الحديث صححه ابن حبان فأخرجه في صحيحه، وأخرجه الأئمة أحمد وبعض أصحاب السنن كأبي داود والنسائي، لكن الحديث أيضا ضعيف، وقد قال الإمام الدارقطني عبد الرحمن حمصي لا بأس به ومسلم مجهول، فلأجل هذا ضعف الحديث طائفة من المحدثين. ويذهب آخرون إلى أن باب الأدعية والأذكار التي هي من جنس فضائل الأعمال يقبل ويغتفر فيها من الحديث الضعيف ما لم يشتد ضعفه، أو يحمل من النكارة ما يخالف غيره من الصحيح، أو ما لم ينفرد بأصل ليس له من الصحيح شاهد ومستند ونحو ذلك. فمن ثم ضعف طائفة من أهل العلم هذا الحديث وقبله آخرون، وفيه أن يسأل المسلم ربه أن يجيره من النار. وفي الأصح من ذلك أن المسلم إذا قال: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار 3، أجاب الله دعاه، بل سألت الجنة ربها أن يدخله الجنة، وسألت النار ربها أن يعيذه من النار. فهذا مما يؤدبنا عليه الإسلام، أن يجري على لساننا وفي أدعيتنا سؤال الله عز وجل الجوار من النار: أجرني يا رب، احمني وأبعدني من النار. فأنت تسأل الله أن يجيرك ويحميك، لأننا نعلم أننا مقصرون وأصحاب ذنوب ومعاصي وسيئات، والغافر هو الله والتواب هو الله، ولا مجير إلا الله. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فأنت تتأول مثل ذلك في دعائك مما تتعلمه من أدعية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد ذكر النسائي في الكبير من حديث أبي أمامة أنه قال في الكبير، يعني يقصد في سننه الكبرى، لأن سنن الإمام النسائي صغرى وكبرى،
والصغرى مجدبات من الكبرى، ولهذا يقال لها المجدبة. نعم. قال: وقد ذكر النسائي في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. هذا أيضا من أذكار الصلوات، قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة. ما دليلها؟ قال في الحديث: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. حديث قراءة آية الكرسي الذي أشار إليه المصنف سيذكر ضعفه بسبب ضعف بعض رواته، لأن في إسناده مع تعدد طرقه كثير من الضعف في عامة ما جاء من الروايات وأسانيدها. نعم. قال: هذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، رواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير، وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي لا بأس به وفي موضع وثقه، وأما المحمداني فاحتج بهما البخاري في صحيحه، قالوا في الحديث على رسمه. رواية الإمام النسائي لهذا الحديث من طريق الحسين بن بشر عن محمد بن حمير عن محمد بن زياد عن أبي أمامة رضي الله عنه، فمن صحح الحديث قال: أما حسين بن بشر فالنسائي وثقه وفي موضع قال لا بأس به، وأما المحمدان وابن حمير وابن زياد فمن رجال صحيح البخاري، والبخاري إذا روى في صحيحه عن أحد الرواة فهو ثقة، لأنه قد اشترط ذلك رحمه الله، وأجمعت الأمة على أن رواة أسانيده الصحيحة المرفوعة الثابتة هم أعلى الرواة درجة في الثقة والضبط. فقال: إذن الحديث لا مطعن فيه على رسمه، يعني من حيث الصحة. هذا قول من صحح الحديث. نعم. قال: ومنهم من يقول: بل هو موضوع، وأدخله أبو الفرج بن الجوزي في كتابه في الموضوعات، وتعلق على محمد بن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال لا يحتج به، وقال يعقوب بن سفيان ليس بقوي. على الطرف الآخر هناك من الأئمة من بالغ في تضعيف الحديث، بل عده من الموضوعات، والموضوع يا كرام يعني أن الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرق بين عند المحدثين بين الحديث الموضوع والحديث الضعيف. الحديث الضعيف له سبب ضعف، إما في بعض رواته أو خلل أو قطع في السند ونحو ذلك، أما الموضوع فإنه حكم على أن الحديث هذا لم ينطق به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كذب وافتراء، وعامة ما يروى من الأحاديث الموضوعة يبينون التهمة في الحديث على من. وابن الجوزي رحمه الله أورد الحديث في كتابه في الموضوعات وعلقه على محمد بن حمير لتضعيف بعض الأئمة له كالرازي ويعقوب بن سفيان. هذه مبالغة في تضعيف الحديث، وسيذكر المصنف أنه وإن ضعف لكنه لا يبلغ درجة الحكم عليه بالوضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال يعقوب بن سفيان ليس بقوي، فأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا. أنكر عليه، المقصود ابن الجوزي أبو الفرج، أنكر عليه بعض الحفاظ الحكم على الحديث بالوضع وإدراجه في كتابه في الموضوعات، ويقصد لعله يقصد الحافظ ضياء الدين المقدسي صاحب الأحاديث المختارة. نعم. قال: فأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ ووثقوا محمدا، وقالوا هو أجل من أن يكون له حديث موضوع، وقد احتج به أجل من صنف في الصحيح وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين، وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن بن حسن عن أبيه عن جده أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. هذه رواية أخرى لحديث فضل آية الكرسي: من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. والرواية الأولى
قال لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، والمعنيان متقاربان. فكونك عبد الله تكون في ذمة الله من صلاة إلى صلاة فأنت في حفظ الله، ومن كان في ذمة الله لن يحرمه دخول الجنة، نسأل الله من فضله. قال وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف. إذن لا يستقيم حديث صحيح بأي رواية لفضل آية الكرسي بعد كل صلاة. طيب من أين قال العلماء إنها سنة والأحاديث الواردة فيها ضعاف كلها ولا يستقيم منها رواية ولا يصح منها طريق؟ هذا ما سيذكر المصنف رحمه الله. قال ولكن إذا وفيها كلها، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. وهو القائل أيضا رحمه الله أما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن تثبت به سنة، ومع ذلك رأى أن تعدد الروايات مع ضعفها لا يساعد على الحكم بوضع الحديث، لكن وإن قلت ضعيف فإن قراءتها مما حافظ عليه أهل العلم، ومن ذلك قالوا بسنية قراءة آية الكرسي ضمن أذكار الصلوات المكتوبة. قال وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. هذه سنة أخرى، قراءة المعوذتين الفلق والناس هي أيضا من الأذكار التي تقرأ بعد الصلوات. قال عقبة رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة، والحديث عند أحمد في المسند وأصحاب السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم، وصحح ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ولفظ الترمذي بالمعوذتين. يعني وكلاهما صحيح، إما أن تقول المعوذات أو تقول المعوذتين، والمراد بهما سورة الفلق والناس. قال وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى الموصلي من حديث عمر بن نبهان وقد تكلم فيه، يعني عمر بن نبهان من الرواة المحكوم عليه بالضعف الشديد. نعم قال من حديث عمر بن نبهان وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين حيث شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر أو إحداهن يا رسول الله؟ قال أو إحداهن. هذا أيضا سنة أخرى، قراءة سورة الإخلاص. إذا ثبت الآن أو ورد مما يقرأ من القرآن بعد الصلوات في أذكارها آية الكرسي والمعوذتان والإخلاص. أما الإخلاص فهذا الحديث وهو وأشار المصنف إلى ضعفه لضعف راويه عمر ابن نبهان الذي قال عنه العلماء ضعيف جدا، وضعفه الحافظ ابن حجر وغيره. قال ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور العين ما شاء، من عفى عن قاتله وأدى دينا خفيا. يعني لعل المقصود به أداء الدين عن غيره لا يعرف صاحب الدين من أداه عنه، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فلما جاء الجمع قال أبو بكر أو إحداهن، يعني من أتى بواحدة من الثلاث يصيب هذا الأجر؟ قال عليه الصلاة والسلام أو إحداهن. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا أيضا من الصحيح من الأذكار عند أحمد وأبي داود والنسائي وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ والله إني لأحبك،
فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأصبحت أيضا هذه الجملة من الدعاء من الأذكار المستحبة أن تقال في الأذكار بعد الصلوات. قال ودبر الصلاة هنا يحتمل قبل السلام وبعده، ماذا يقصد بقوله هنا في هذا الحديث حديث معاذ؟ يعني متى تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، داخل الصلاة أو خارجها؟ هو قال لا تدعن دبر كل صلاة. قال رحمه الله دبر الصلاة هنا يحتمل قبل السلام يعني في التشهد أو بعده. نعم. قال ودبر الصلاة هنا يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام فراجعته فيه فقال دبر الشيء منه كدبر الحيوان. يقول دبر الشيء منه يعني لا خارج عنه. قال كما تقول دبر الحيوان، هل دبر الحيوان منفصل عنه أو هو جزء منه؟ جزء منه. قال فإذا قال دبر كل صلاة فالمقصود به الجزء الأخير من الصلاة في آخرها لا خارجا عنها. هذا أحد الوجهين عند أهل العلم في الأحاديث الواردة بما يقال من الأذكار والأدعية دبر الصلاة، هل يقال قبل الصلاة أو بعدها؟ اختلف أهل العلم في قوله دبر كل صلاة. الجمهور من أهل العلم يقولون دبر الصلاة أي بعدها، وحكي إجماعا، وذهب غيرهم إلى أن المراد به دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها والفراغ بالتسليم، وعليه بعض أئمة الحديث وهو الذي ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية رحم الله الجميع. ومن أهل العلم من فصل، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال دبر القاعدة، دبر الشيء أو دبر الصلاة فيها قاعدة، إن كان المذكور أذكارا فيكون بعد السلام، وإن كان دعاء يكون قبل السلام، جمعا بين الأحاديث الواردة فيما جاء. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فإن قيل المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو التشهد، قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعا، فكذا هذا حتى يثبت ما يخالفه. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله دبر الصلاة بعدها على الأقرب، ويحتمل دبر الصلاة آخرها قبل الخروج منها لأن دبر الحيوان منه، وعليه بعض أئمة الحديث. وأما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد سمعت تفريقه بين ما يقال دعاء وما يقال ذكرا، فإن كان دعاء كان قبل السلام، وإن كان ذكرا كان بعد السلام، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. تم الفصل فيما ذكره المصنف رحمه الله من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذكار الواردة والسنن فيها بعد الصلاة، وهذا باب عظيم يا كرام، نتأسى فيها بسنة رسول الله في التقرب بالذكر لله، فاجعلوا من سنته عليه الصلاة والسلام بابا عظيما تتقربون به إلى ربكم بما جاء من ذكره جل وعلا، واجعلوا أيضا من صلاتكم وسلامكم على نبي الهدى والرحمة عليه الصلاة والسلام سلما ترتقون به مدارج العلا والقرب من الله الذي أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وصلى عليه جل في علاه وصلت عليه الملائكة وأمرنا بالصلاة والسلام عليه. يا خير من وطئت ثرا قدماه وأضاء كل العالمين سناه، أنت الحبيب وأي حب يرتقي لمقام حبك سيدي وذراه، صلى عليك الله ما نطقت على مر الزمان من الورى أفواه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون. اللهم اجعلنا بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا، ومن أشدهم منه يوم القيامة قربا. اللهم أحنا على سنته وأمتنا على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا غدا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا
وعافي مبتلانا يا حي يا قيوم إلهنا وربنا وخالقنا، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين، واحفظنا يا رب والمسلمين جميعا بحفظك.